شيء يا اخواني جميل، منظر ما يتشكل الا من النوادر. عصير قمعية اثنين، عصير قمعية ومنظر مهيب على منطقة كدرة يا الربع. تصادم الرياح شيء غير عادي يا الربع. طبعا ضار ضار ضار. عاصفة رعدية الحين يا اخواني تضرب منطقة كدرة، عاصفة رعدية تضرب منطقة كدرة، شيء غير عادي ما شاء الله تبارك الله.